خطر تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية يعود إلى الواجهة من جديد عقب سلسلة من المناورات العسكرية والتهديدات المتبادلة بين الجارتين. في أحدث المستجدات، أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، وهذه ليست المرة الأولى هذا الأسبوع، فقد أطلقت بيونغ يانغ منذ عدة أيام صواريخ كروز نحو البحر الأصفر غرب شبه الجزيرة الكورية، قائلة إن الأمر يتعلق بجيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية. هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية لم تحدد عدد الصواريخ التي أطلقت، لكنها قالت إنها تعمل مع الولايات المتحدة لتحليل أحدث عملية إطلاق من قبل كوريا الشمالية، مشددة على أنها عززت عمليات المراقبة والتأهب. تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي بأن الجنوب هو العدو الرئيسي لبلاده وقيامه بحل الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل كان بمثابة الشرارة التي ساعدت على تصاعد الأحداث. وفي مواجهة تصاعد تهديدات كوريا الشمالية، عملت سول على تعزيز العلاقات مع واشنطن وأجرت مناورات عسكرية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة. إطلاق صواريخ كروز قبالة سواحل كوريا الجنوبية الشرقية ينذر بتصاعد التوتر في شبه الجزيرة، خاصة مع إصرار الولايات المتحدة على دعم سول. من خلال التدريبات العسكرية التي حذرت بيونغ يانغ من عواقبها التي قد تؤدي لاندلاع حرب بالمنطقة،